طب حضرتك ليك اكتر من 150 براءه اختراع في هذا المجال يا دكتور، لو تكلمنا عن ابرزهم وايه اللي ممكن يعني يفيد عالم الطب جوه مصر في المستقبل. هو انا عندي براءات اختراع في عده مناطق او عده زي ما نقول مجالات في الهندسه الطبيه، ولكن طبعا من ضمن الحاجات اللي هي ابرزهم كانت محور هذا اللقاء هو ازاي استخدام بالذات في المجالات السيرجيكال، الجراحات الدقيقه زي ما نقول مثلا في جراحات العظام او جراحات الجمجمه والوجه تحديدا لما تبقى في عمليات صعبه، من على سبيل المثال مش نقول بس ان يحصل حوادث او سرطان متقدم، فعمليه الريكونستراكشن بتاعه اللي بنسميها احنا كرينيو ماكسيلو فيشل اللي هي الجمجمه يعني والوجه، وريكونستراكشن السوفت تيشو الانسجه، دي عمليه منظومه صعبه جدا وما اعتقدش انها بتتم او على علمي على نطاق ضيق جدا او ان كانت بتتم في مصر، ودايما بيبقى الناس بتسافر بره عشان تعمل العمليات الدقيقه دي. لكن انا في خلال السنوات اللي فاتت اشتغلت في احد المجالات، طبعا اشتغلت في هذا الموضوع من ناحيه بناء التكنولوجيا بالكامل، من ناحيه التكنولوجيا ازاي ان يحصل عمليه تخطيط للعمليات دي، ازاي يتم انتاج الشرائح والادوات اللي يتم استخدامها، ازاي يتم عمل هذه الاشياء ان العمليه دي يتم تحقيقها. وطبعا العمليه دي بتكون عمليات دي النوع ده تحديدا بيتم بعده تخصصات مع بعض، يعني حتى بيدخل بيبقى ساعات طبيب بيبقى فاسكولر بيدخل مع الاورثوبيديك بيدخل مجموعه يعني، ولكن اللي احنا بحاول ان احنا نعمله الحقيقه ان احنا ننقل الخبره والتكنولوجيا لمصر، وكان السبب الاساسي اللي خلاني اتوجه ان انا احاول اعمل حاجه في مصر ان من فتره بسيطه يعني جم مجموعه من الشباب المصري شركه اسمها نت سوفت جت اتعاملت معايا على اساس ان هم يعملوا شويه شغل من ناحيه البرامج وشويه التصميم، وانا تقريبا ما كنتش عمري ما تعاملت جوه مصر مع اي مجموعه او ما عنديش فكره ان في خبرات مصريه موجوده في هذا المجال، طول الوقت ان احنا بنستخدم دايما شركات من الهند او من بلجيكا او من البرازيل، فكان التعامل الحقيقه انا ما كنتش متوقع كده. ايه اللي هم وفروه يا فندم؟ انت حسيت انه يعني ايه اللي هم وفروه؟ حسيت ان احنا عندنا دلوقتي شركه مصريه قادره تقدم سيرفيس معينه خليني اقول بتقنيه متطوره، ايه الحاجه المختلفه اللي عشان كده اشتغلت معاهم؟ جميل. هم كان الحقيقه المجموعه ميت سوفت دول كان عندهم سوفت وير، يعني بيقدروا يعملوا سوفت وير، السوفت وير الطبي على فكره ده بيتطلب مش زي اي سوفت وير بيتعمل، لان طبعا لازم بيدخل على ستاندردز، والستاندردز دي لازم تبقى ان يدخل على المواصفات المطلوبه مثلا بالاف دي اي اللي هي ما يوازي اعتقد اللي هو فيدرال دراج ادمنستريشن في الولايات المتحده والسي اي في اوروبا. ف اللي هم قدروا يعملوه انهم قدروا انهم يوصلوا لنفس المستوى لشركات اقدم او مجموعات اقدم، يعني طبعا الهند احنا لازم نعرف انها من اكبر الدول اللي بتعمل برامج سوفت وير وفي المجالات دي. احنا بنتكلم سوفت وير لاجهزه طبيه معينه صح؟ لا، السوفت وير هنا بقى بيشمل اجهزه فعلا، بس هو بيشمل تخطيط العمليه مثلا، ازاي التصميم بتاع الشرائح، ان كل مريض ليه وضع مخصص، دي عمليات معقده منظومه كامله ما بين تخطيط العمليه من الاشعه المقطعيه الى تصميم نفس الشريحه او المفصل اللي هيركب، لان طبعا بيتم عمليات صعبه في الماندبل اللي هو الفك بيتم تركيبه بالكامل، وبيجي تيجي اجزاء من مناطق اخرى في الجسم زي ممكن يكون في الكتف او في الرجل، بتاخد عظام وسوفت تيشوز من الناحيه دي، فلازم بيركب عليها شرائح بتخص هذا العيان، بيشن سبيسيفيك
وده لازم تعملها تصميم، التصميم ده بيشترك مع السوفت وير مع البرامج نفسها وتصميم ميكانيكي. فهم الولاد الحقيقه كانوا في ناحيتين، فقدروا ان هم يوصلوا للمستوى ان احنا نقدر نطمن عليه، وده شجعنا الحقيقه، شجعني انا شخصيا والمجموعه البحث اللي شغاله معايا ان احنا نحاول ان احنا نزود بقى المرحله الثانيه، ان احنا ممكن مش بس ان هم بيعملوا برامج، ما ننقل الخبره بالكامل منها، التصنيع بالكامل في مصر. ودي كانت نقطه الحوار مع السفيره سوا على اساس ايه الامكانيات اللي موجوده في مصر لو حاولنا ان احنا نجيب نعمل هذا التخصص في مصر، وال من ناحيه الامكانيات الصناعيه او النواحي اللي هي الخبرات الطبيه نفسها اذا كان محتاجه تدريب. وبناء عليه ده كان محور